بقول لكم ايه، انا مش ناقصه اكتئاب. بعدين يا بنتي انت خلاص بقيتي مع مصطفى؟ اتلخبطت قوي من ساعه ما سامح قال ان هو طلق رنا. هو قال لك كده؟ وكانه بيوصل لي مسج معين. ومصطفى ده اللي انت عشمتيه؟ صافي ما تعمليش كده. مش عارفه بقى، انا متلخبطه ومخضوضه مش فاهمه ايه اللي بيحصل جوايا. ده ايه ده؟ مفيش قصه حب ماشيه سالكه خالص؟ انا كملي ومال الحمد ده يا ربي. عشان الحياه كلها اختبارات، وحسب اجابتنا بتشكل حياتنا، وبتجيلنا فرص يا بنستغلها يا بنضيعها. القرار في ايدينا احنا، مش في ايدين حد تاني. بقول لك يا زياد، انت اخر مره شلت اربعه كان امتى؟ من نص ساعه. يبقى انت معدلك اربعه كل نص ساعه. انت هتتقطع. انت لسه شايل اربعه، انت هو دراع بايظ بس هكسب برضه. مالك؟ الحمد لله على السلامه. ايه اللي بيحصل ده؟ عادل صاحبي من ايام دبي لسه واصل مصر وجاي يبارك لنا. الف الف مبروك يا عروسة. انا اسف جدا ما عرفتش احضر الفرح، بس يعني كان عندي شغل في دبي. الف الف مبروك. لا فرح ايه؟ ما كفايه الفرح اللي انتوا عاملينه. ايه؟ عايزاك يا زياد بعد اذنك. اتفضلي اتفضلي. يا صاحبي انت مش مسيطر ولا ايه؟ يا عمرك ما شفت راجل بيتهزق في بيته ولا ايه؟ لا شفت كتير. فكر الله. بيت بيتك؟ لا تمام، بيت اخويا. قلت لي التلاجة منين؟ يا مالك؟ حد يعمل ضيوف بالطريقة دي؟ ضيوف؟ أنت قالب لي البيت بره وتقول لي ضيوف؟ أنت أصلاً إزاي ما تقوليش إن في حد جاي لنا؟ وإزاي تسمح بالفوضى دي؟ مالك؟ وطي صوتك. في صاحبي وجاي يزورني، مفيش حاجة يعني. بعدين أنت عايز تتحكمي فيا في الشركة وفي البيت كمان؟ قول كده بقى. أنت بتعند عشان اللي حصل في الشركة؟ أنا مش بعند ولا حاجة يا مالك. شركتك تدريها براحتك، لكن أنا بيتي أعمل فيه اللي أنا عايزه. بيتك؟ هو أنت إزاي بقيت كده؟ البركة فيك يا مالك. البركة فيا؟ هو إيه اللي حصل عشان كل ده؟ اسألي نفسك.